يلا فيا، مرحبا بكم في محلات جلالة الديكور. أمي الحبيبة الغالية، خالتي العزيزة، خالتي مدام، جدتي الحنونة، عمتي الأنيقة. فيديو جديد في عالم بلاستيك. اليوم وفرنا لكم القجورة، ربي يبارك بجميع الأنواع والموديل والأحجام. شوفي، جبنا لكم الكوطة الأولى، واش فيها؟ فيها جميع الأحجام ما عدا الحجم الكبير. اليوم كاين غير الموين، هذا يعني هذا أقل من الكبير خلاص. اليوم إن شاء الله نوفروه نحطوه لهنا. اليوم عندنا عدة موديلات جميلة أنيقة. الموديل الأول هذا جديد، خدموه برجلين كيما راكم تشوفوا، رجلين تاعهم ربي يبارك ما شاء الله. كاين اللي فيها زوج قجور وبيبان صغار وبيبان كبار كيما راكي تشوفي خالتي مدام. فيهم لي كولار، يعني كاين أسود، بيج، جري، أحمر، كيما بغيتيهم ليك، يعني ربي يبارك ما شاء الله. ألوان جميلة رائعة. زادوا داروهم لي باني هنا بالدوري، اللي يحب الدوري اللي يحب الأرجنتي كيف كيف. في زوج متوفرين، يعني ربي يبارك ما شاء الله. بالاضافه الى الاحجام المتوسطه كيما هكذا غير قجوره، وكان يجي مقسومه ما بين قجوره والبيبان نص نص هذيك، يعني ربي يبارك ما شاء الله. عندنا تاع الاطفال، عندنا تاع الكبار، عندنا تاع الشنابر، عندنا تاع كوزينه، يعني ربي يبارك ما شاء الله. بالاضافه الى حاملات الاواني كيما هكذا، فيها لي كولير سواء كانت هكذا عندك هكذا، فيها الاخضر فيها الاحمر، لي كولير بزاف. القجوره ابتداء من الاسعار كاين تاع 520، تاع 580، 600، 620 على حساب. زدنا جبنا لكم الطوابل تاع 6 وتاع 4، فيهم لي موديل ربي يبارك ولي كولار ما شاء الله. الاسعار راح تكون ما بين 330 تاع 6، كاين تاع 450، كاين تاع 520، كاين تاع 300 280 تاع 4 على حساب. الكراسي ايضا جبنا لكم لي موديل ان شاء الله اليوم يلحقوا كيما راكم تشوفوا لي كولار. نخشوا في النص ونشوفوا، عندنا خزائن صغيرة كبيرة، هذه خاصة بالأطفال، كان يجوا فيها قجورة وبيبانة يعني هك هك. وعندنا لي جيكوطوار هنا، هذه هنا تحط الخبز تاعك ولا كسرة، وتحط الأواني تاعك هنا، وقجورة بيبان يعني ربي بالك مقسمة منظمة ما شاء الله. هذا كوطوار هذيك، هذا المطبخ كان ما فيهاش بورت بان، فيها هنا منظم الأطباق وفيها خزانة وقجورة، وكان لي فيها بورت بان. عندك هذه هكا نص قجورة فوق بيبان كيما حبيتي. الاطفال ثاني فيهم لي كولار، هذه حامله الاحذيه، فيهم الصغيره المتوسطه الكبيره، عندك هذه هكذا يعني ربي يبارك ما شاء الله. هذا مثلا هذه خزانه تحطي فيها الطباق تاعك، يعني ما شاء الله طويله وكبيره، فيها لي موتيف يتبدلوها، فيها هنا خضره، فيها هنا فواكه، يعني ما شاء الله. هذه فيها بورت با هنا، شوف يعني كاين بزاف لي موديل، وكاين اشياء كثيره خاصه بالبلاستيك. الكراسي ايضا كاين سامبل، اليوم ان شاء الله يلحقوا. هذه الكوطه الاولى حنديروا جزء اول، نجدروا جزء ثاني ان شاء الله غدا، راح يلحق السلعه الجديده كما قلت لكم. منظم الاطباق ثاني عندنا موديل مازال ما ركبناش، هو هنايا كنركبوه دوك نحطوه ان شاء الله. متوفره كثير من الاشياء في عالم البلاستيك، خزائن كبيره كما راكي تشوفي ربي يبارك ما شاء الله. الالوان ثاني فيها، واليوم نجيبو الكبار خلاص، فيها قجر من تحت. عندك هنايا واحدة، زوج، ثلاث، بثلاث طوابق ربي يبارك ما شاء الله. الألوان هذه كاينين اليوم كيما راكي تشوف، بالإضافة إلى اللون الأسود، يعني ما شاء الله. هذه خالتي مدام كيما قلت لكم الأسعار محصورة ما بين 520 إلى غاية 680 متوسطة. أما بالنسبة للكبيرة راح تكون واحد 950، 990 حاجة كيما كل كبيرة خلاص، راح تكون واحد 1600، 1700، يعني ربي يبارك ما شاء الله. أشياءهم في البلاستيك، القجورة راه متوفرين اليوم في محلاتنا. نقول لكم أمهات الحبيبات الغاليات العزيزات، مرحبا بكم. محلاتنا متواجدة في مدينة عين بلال، بالضبط مقابلين بازار علي بابا. هاي مثلا هذه الطابلة تاع 6 كراسة فيها الألوان، عندك هذه تاع 4 كراسة شكل دائري، عندك الموديل السامبل كيما هكا مربع، وعندنا هذه ربي ان شاء الله غدوة نركبوها ونزيد ندير لكم فيديو في البلاستيك. الكراسي عندنا بزاف لي موديل اليوم يلحقوا. بارك الله فيكم، شكرا على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.